هذه وقفه واعتصام. يعني اليوم احنا راه دايرين اعتصام، ما غنمشوش من هنا حتى يعيط لنا شي مسؤول ولا يتكلم معنا شي مسؤول اللي غيلقى لنا الحل. في اطار المسانده ديال النقابه الفيدراليه اليوم كنشهد واحد الوقفه احتجاجيه واعتصام، اعتصام مفتوح نظرا للاذان الصماء من طرف وزاره السياحه، وزاره النقل، ووزاره الماليه. اليوم كما كيعرف الجميع بان احنا كنعيشوا واحد الفتره ديال اعاقه، الفتره اللي ما كتسمحش لنا باش نأديو المستحقات ديالنا. ما عرفناش شنو المنطق باش كيخدموا هاد الناس، ما عرفناش شنو الاستراتيجيات اللي كيقولوا هاد الناس. اليوم حنا ناس نعاني، حنا ما بغيناش نأديو المستحقات ديالنا، حنا الهاجس ديالنا بان المؤسسات البنكيه تبقى كما هي، ما كنستحقوش باش ان المؤسسات تمشي للافلاس، ولكن حنا راه مفلسين اليوم. اليوم ما عندناش حنا شي سبيل باش نأديو، ما عندناش شي سبيل. اليوم كنتفاجئوا بان التامينات ما خدتش لنا الحق ديالنا لحد الان. عملنا واحترمنا الاجراءات الصحيه اللي كانت كتنص عندنا الطاقه الاستيعابيه 50% وتجاوزت 75% في حاله ان احنا دابا كنأديو 100%. الضريبه على المحور اللي اليوم كتفاجئنا وزاره الماليه باش تجي منا اليوم، جات وخرجت واحد المبدا ديال ان الا ما خلصتيش غنحزوا لك على الحافلات ديالك. اليوم حنا كاع المسائل ديال المسائل اللي معمرنا ما كنا كنعملوا بها شفناها، المسائل اللي كتقول بان واحد الواقع مفروض عليك، حدود بريه جويه وبحريه مغلقه. اذا الحكومه اليوم هي اللي سدات، هي اللي خصها تحمل المسؤوليه ديالها، وخصها تحمل المسؤوليه ديالها، وخصها تحمل المسؤوليه ديالها. لحقاش الاعاقه ما جايهاش من عندنا حنا. حلوا لنا الحدود، افتحوا الحدود كما دارت الدول الاوروبيه. اليوم السائح الاجنبي فقد الثقه في المغرب، حاولوا ما امكن ترجعوا للسائح الاجنبي الثقه، واسكو هو فقد الثقه، اذا حنا ما نقدروا نديروا والو. كنتمناو مع ان ما تبقاش وزاره النقل ووزاره السياحه مغيبان على المشهد، وما تبقاش تستقبل فقط اصحاب الكاشيات اللي ما عنده لا قاعده لا والو. كيف كنشوفوا اليوم درنا واحد الوقفه وربما غتكون اعتصام، كنطالبوا بالدعم اللي عطاتنا الحكومه، اللي عطانا سيدنا، وكيف قال سيدنا يعني غادي كيدعم المقاولات الصغرى والمتوسطه. حنا لحد الان باقي ما استفدنا من حتى شي حاجه، يعني قال لك 1 مليار داز للفنادق من حقهم. الحاجه الثانيه اللي كنشوفوا باننا احنا مقاولات صغرى ومتوسطه، يلاه بدينا فهاد يعني درنا شركات جداد، يعني يلاه بدينا كنشوفوا راسنا. الناس اللي قبل منا وقدام غارقين، كيفاش حنا غادي نكملوا؟ كيفاش غنواصلوا فهاد القطاع؟ خرجنا مجبورين على هاد الوقفه من بعد ما كان اقصاء تام ديال الحكومه للنقل السياحي من المخطط الاستعجالي اللي خرجت به الحكومه من اجل الاقلاع بالقطاع السياحي. ولهذا كنتفاجئوا من بعد 24 شهر من الاجتماعات، لا مع الوزاره السالفه ولا مع الوزاره الحاليه، من بعد ما خدينا وعود انهما غادي يقحموا النقل السياحي في المخططات ديالهم، فاذا بنا ما كيجي حتى شي دعم مباشر نهائيا من عند الحكومه للنقل السياحي، مع العلم انهما الله اعلم اش من معايير خداو باش خرجوا دعم للفنادق. بين قوسين حنا ماشي ضد انهم يخرجوا الدعم للفنادق، ولكن هاد السيد اللي خرج دعم للفنادق ولا هاد اللجنه اللي خرجت دعم للفنادق بينها تعطينا المعايير اللي خدمت عليها باش خرجت الدعم. الا هي الخدمه راه حنا ما خدامينش كاملين، هذوك الناس الا عندهم فنادق وخصهم الصيانه راه عندنا اسطول وخصو الصيانه، وهذوك الناس عفوهم من الضرائب ما عرفتش الثاني شمن المعيار اللي خداو. حتى حنا راه ما خدامينش، تيطالبوا منا نخلصوا ضريبه على المحور بينما الاسطول كله في الكراجات وفي الشوارع غير واقف، وتيطالبوا منا نخلصوا الضريبه المهنيه بينما هذه دابا 24 شهر ما خدامينش. فهذا الشيء ما مفهومش، ولهذا حنا خرجنا للشارع نوصلوا الصوت ديالنا بان خصهم يعاودوا النظر في هذا المخطط الاستعجالي اللي داروه باش ينهضوا في القطاع. السياحه الى 2019 وهي كتشكل ثاني دخل في الاقتصاد المغربي، وهذا الشيء معروف، كاينه احصائيات كتدل على ان السياحه في 2019 درات 87 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، يعني كواحد من اكبر المداخيل الاقتصاد. كتبع الفلاحه، كتبع اولا بارفو كتكون هي سابقه تحويلات ديال الجاليه. ولهذا هاد الناس خرجوا 87 مليار سنويا او ما بين 80 و87 سنويا، لان 2019 كانت هي الذروه. فكيفاش يخرجوا لها 2 المليار والنص في هذا المبلغ 50% كيمشي للفنادق مباشره؟